ونروح بقى طريقة التناول، ليه مراحل الآلهة؟ لانه مساله الالهه ليه هناك كلمة مساله بالظبط مساله ايه يعني شويه فاني يعني انه مثلا احكي لك حكايه. انه في مره واحنا ماشيين كنت مسافر من مدينه لمدينه، وانا الحقيقه كنت بستخدم اللوكال باس، مواصلات الداخليه بتاعتي عاديه جدا وقطوره وحاجات كده عشان اقدر اعيش بين الناس اكتر. كنت باكل الاكل العادي الهندي في الشارع رغم الناس بتندمج معاهم على قد ما تقدر، بندمج معاهم على قد ما اقدر. وده لما حد مثلا بيجي يكون هيكتب رحله ويقول لي تنصحني بايه، فاقول له انصحك نصيحه واحده، خلي البادجت بتاعتك قليله جدا، مش عشان انت فقير ومش عيب والله، لكن عشان تعيش حياه الناس العاديه. دي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تقدر تكتب وتنتج. كمان انه ارجع لسؤالك ليه مراحل الآلهة، لانه هناك الحكاية انه وانت ماشي في الشارع فتلاقي الناس فماشيين كده ناس كتير وقدام في صندوق. انا من زي كان مشهد غريب جدا، فاكتشفت انه في الصندوق ده في الاله بتاعهم مطلعينه من المعبد وماشيين بيه. طب ليه بتعملوا كده يا جماعه؟ بنفسح الاله عشان زهق، عشان زهقان من القعده في المعبد مثلا. وانا في المعبد، اكبر معبد في العالم للبوذيه تقريبا، وهو المعبد اللي عايش فيه الدلاي لاما، الدلاي لاما الملهم الروحي للبوذيين يعني. فوانا هناك التقيته ما التقيتوش، لكن الحقيقه انه كان من الاهداف الاساسيه للزياره، ورحت الزياره ان انا التقي، ورحت طلبت ان انا ادخل ان انا اقابله، فقالوا لي ده الحاجات دي بيترتب لها من قبلها بشهور طبعا، ولازم يبقى في دوله وراك وحاجات كده، لانه الدلاي لاما بمرتبه بالزبط رئيس دوله يعني اكبر، وطبعا في خطر على حياته اصلا من الصين وغيره. فلقيت ان المساله بس بتلهم اسئله وقالوا لي هنرد عليك بالايميل، ما ردوش طبعا. فاكتفيت بان انا اعمل قعده كده مع السكرتير بتاعه وسالته شويه اسئله فيما يتعلق بموقف البوذيين، مثلا باللي بيحصل في بورما. فده كان من القصص اللطيفه جدا اللي انا كتبتها. هو قال لي احنا دايما بيقولوا الرهبان البوذيين هم اللي بيقتلوا الناس في بورما، احنا مالناش دعوه اصلا يعني. هو هناك الحكومه بتقتل مجموعات شايفه ان المجموعات دي خارجه عن القانون. بورما دوله بوذيه، انما احنا مالنا؟ والدليل لما بيدعو دايما لانه السلام في الحكايه دي وعدم على الارواح بالظبط. فاحنا مالنا بالموضوع ده؟ ده غير البوذيين اصلا كمان طوائف، في المهايانا وفي في بوذيين الشمال وبوذيين الجنوب، فهي قصه برضو معقده يعني، مش بالظبط مش الامور على عيانها المخل اللي بيتم التداول المساله بيه على السوشيال ميديا يعني. فده كان من الاكاذيب اللي انا كنت مهتم ان انا اصححها، والحمد لله يعني نشرت موضوع صحفي عنها كان لطيف جدا. طب